كأنها أحلام. وصلنا لآخر المشوار، تخرجنا بعزم وصرار في رحلة عمر بالإبداع. رواية أحلى بالأسماع، بنرويها بطرب وإيقاع. فلا أحلى من الإبداع، فلا أحلى من الإبداع. في صحبة حلوة ضمتنا، تعلمنا وتنافسنا، اختلفنا واتفقنا كثير، وحب الديرة يجمعنا. أنا الطالب صالح علي النعيم، طالب مدرسة التربية النموذجية مرحلة ثانوية. مرت علي مواقف كثيرة في المدرسة، لكن تذكر أبرزها مرحلة رياض الأطفال. هذا المكان المستحيل أنساه. هنا في رياض الأطفال كنت متخوف إني أجي، وكنت أول أسبوعين ما دومت، وبعد أول أسبوعين كانت تجي معي الوالدة وكنت أنشب له، وبعدها كان صار مواقف كثير مع زملائي، حتى بعض الزملائي يدرسون معي الآن وأنا على وشك تخرج الآن. أنا محمد أيمن القاضي، طلاب مدرسة التربية النموذجية، درست فيها من رياض الأطفال إلى الثانوي، وكانت فيها ذكريات جميلة وكثيرة، من ضمنها موقف ما راح أنساه بمرحلة الأولية. أنا دائما كنت أجلس هنا عشان أذاكر، لا يجون أخويا يخربون علي. هذا تاريخ تخرجي إن شاء الله، 17/7/1435. أنا الطالب عبد الرحمن فهد الزامل، درست في مدارس التربية النموذجية في جميع مراحلها. مرت علي مواقف كثيرة، من ضمنها موقف في مرحلة العليا. طبعا في هذا الملعب حصل لي موقف ما أقدر أنساه. كان عندنا نهائي دوري بين فصلي رابع 6 وفصل ثاني رابع 7. طبعا كانت الكرة فاول وجت، وأنا سجلتها براس على مرماي. طبعا أخوياي وقتها كانوا يهاوشوني ليه وما ليه وما ليه، حتى أني فكرت أني أنقل من الفصل، بس يومين كذا ورضوا علي الحمد لله. أنا الطالب خالد بن محمد الفايز، افتخر اني درست جميع مراحل الدراسيه في مدارس التربيه النموذجيه من رياض الاطفال الى الثانويه. وانا اتذكر صارت لي مواقف كثيره، من ضمنها موقف في المتوسط وكان نقطه تحول في حياتي. اذكر اني رحت اجيب شهادتي وكانت درجاتي ضعيفه مره يعني، كان الوالد ينتظرني برا، فيوم وريته الشهاده زعل علي وعصب يعني صراحه يعني. انا من بعده يعني وعدت نفسي اني اشد حيلي واثابر واجتهد، والحين انا بالثانوي الحمد لله درجاتي عاليه ومن الطلاب متفوقين. انا الطالب عبد العزيز احمد عبد اللطيف العصيل، درست جميع مراحل الدراسيه من رياض الاطفال الى المرحله الثانويه في مدارس التربيه النموذجيه، وكانت مليئه بالذكريات الجميله. هذه الممرات ما راح انساها في حياتي، كانت فيها اجمل الذكريات لاجمل 3 سنوات في حياتي، وهي نقطة تحول في مستقبلي من التعليم العام إلى التعليم العالي. أشكر أساتذة الأفاضل وأشكر زملائي الطلاب. من ضمنها موقف مرحلة الأولية، هذا اللي ما راح أنساه نسيته. موقف ما راح أنساه بمرحلة الأولية. الثانوية، وأنا صارت لي مواقف كثيرة في المتوسط. ايه طيب صح طيب متوسط، وكان نقطة تحول في حياتي. الطالب عبد الرحمن بن فهد عبد الله الزامل، لا اسم جد عليك تحمست اسم فهد. ضرب ويقاع، فلا أحلى من الإبداع، فلا أحلى من الإبداع. في صحبة حلوة ضمتنا، تعلمنا وتنافسنا، اختلفنا واتفقنا. طالب عبد الرحمن فهد الزامل. الهم وحدنا ويا ما الفرحة عمتنا. أنت قلت لي بس هو قال الجملة وخلاص. يعني زعل مني مرة وعصب. وشلون؟ في مواقف كثيرة هنا صارت، في مواقف هنا كثيرة صارت. في بداية تسجيلي، لا دقيقة، وقف شوي، دقيقة.
كنا للأمل صناع، تعلمنا نحب الخير ونزرع أرضنا نوير، غرفنا من بحر الإبداع وكنا للأمل صناع، تعلمنا نحب الخير ونزرع أرضنا نوير، مناهجنا تميزنا قيم وأخلاق. هذه حلوة. كل ما ننجح ونكبر نحس بفضلهم أكثر، وبونا وامنا فرحتهم تساوي الدنيا و